يا عزيز شوفوا لي كل اللحمة، كل اللحمة مع الجوس مع المرأة تبعيتها هيدي كلياتها للتغميس. نكسره هيك للخبز. الله شوفوا لي مقربعة خبز محمص او مقلي مع اللحمة، شو بدكم اطيب من هيك اكلة؟ وهلا رح ندوقها ونعطيكم الانطباع. السلام عليكم يا شيف، يا اهلا وسهلا وعليكم السلام. شان تعمل بوم بروم بوم بوم بوم. عم ندق هيك عم نجهز حالنا لانه متشوقين، لانه رح نعمل اليوم وصفة حمص يعني من برات الكتب. حمص يعني قصة كبيرة مع اللحمة، بس مش الحمص اللي بنعملها نحن، حمص كتير رح يكون طيب يعني سبيسيال، خليكم لتشوفوه لانه شيء روعة اساسا كل شيء نعمله نحن that you do special. ان شاء الله روعة ويعجبكم. بس هيدي الوصفة بعشر دقايق مش هيك؟ اوكي يلا بدنا نحضرها بعشر دقايق، فخليكم معنا. اوكي نبلش؟ يلا منبلش نتكل على الله. عندي هون خلاط كهربائي، بداية بدي احط بقلبه 150 جرام من الحمص المسلوق بشكل جيد، وبدي ارجع عندي هون فليفلة مشوية ومقشرة جاهزة، اوكي؟ حمرة حبة كبيرة هاي، اوكي مشاهدينا الاعزاء. وبدي ارجع عندي حصين ثوم فرمتهم شوي مسبقا مشان ينطحنوا عندي بشكل جيد. عندي لبن او زبادي ملعقتين طعام، يا عين عليك. شطة حرة مثل ما عم تشوفوا، ملعقة طعام او الا شوي، يعني هيدي متوسط الحرورة مش كتير حرة. وبدي ارجع طبعا حط ملح، هيدي قصة كبيرة ووصفة ولا اروع من هيك. طيب هلا بدي ارجع احط شوية كمون، يعني ربع ملعقة شاي، ربع ملعقة شاي بهار كاري، وعندي ملعقة شاي من البابريكا المدخنة، ما عندي مدخنة بحط عادي. وبدي ارجع اضيف زيت زيتون واحد اثنين ثلاث ملاعق طعام، يا عيني عليك. وهلا بدي كمان ارجع اضيف كزبرة خضراء، اوكي شوية كم عرق كزبرة خضراء. وايضا بدي احط شوية مي تقريبا ملعقتين طعام، تكون بارد المي. وبداية بدي اطحن، اوكي بسم الله. تفضلي لعندي، شوفوا هالقد. بعد بدي ارجع اطحن زياده، بدنا ننعمهم مشاهدينا، بس ما بيطلعوا عندي كريمي مثل الحمص اللي بنعمله نحن، لانه هيدي وصفه بنختلف فيها. هلا بدي كمل طحن. طيب مثل ما عم تشوفوا هون كيف صاروا عندي. هلا اللي بدي اعمله بدي احط حامض، طبعا خلينا نعصر شوية حامض هيك تقريبا نص حامضة وسط. كيف وضع الوقت عنا؟ بنحط الحامض مثل ما قلنا نص حامضة وسط، فينا نزيد الحامض حسب الرغبة. وهلا ثلث كوب من الطحينة، اوكي طحينة السمسم او الراشي، يا عين عليك يا عزيز. طيب خلينا نشيل هول لهون وبنرجع بنكمل طحن. طيب شو صار عندنا هون؟ صار عندنا خليط، شوفوا ما اروعه،
ولا اروع من هيك شيء كتير. طيب نرجع نطحنه طحنه صغيره وبيكون عندي جاهز. عم يحمى عندي الزيت على النار مشاهدينا الاعزاء. هلا هيدا الزيت بدي اقلي فيه عندي الثوم والكزبره. اوكي عندي هون رح اجيب حصين من الثوم. اوكي طيب حصين من الثوم بدي افقشهم وفرمهم شوي ناعم. خلينا نخفف شوي النار. يا عيني عليك يا عزيز. طيب بدي جاهز عندي الثوم. ثوم جهز. كزبرة كمان بدي جهزها. شو بدي ارجع اعمل هلا؟ لحمة. هيدي لحمة مفرومة. اوكي؟ في ليه؟ هلا هيدي اللحمة بدي بلش قليها 150 جرام تكون طرية اهم شيء. يا عيني عليك. شوفوا عندي تقلية على الخفيف. ما بدي كتير يعني تستوي عندي كتير اللحمة وتشد يعني على الخفيف مثل ما عم تشوفوا عندي هلا. يا عيني عليك شو رح تطلع طيبة مع هيدا الحمص. بعد عنا 4 دقايق وشوي بنص التقلية ضيف الثوم. نرجع منقليها مع الثوم. شوفوا ما احلاها شي روعة. الله الله. هلا قطعة زبدة لزيد عندي الدسامة. خلينا شوي هيك نعصرنا عصرة حامض لانه بالاخر بدنا نرجع نحط لها حامض نطفيها بالحامض. شوف عندي يا عزيز شوفوا الجوس اللي باللحمة والعصارة مع الزبدة. ننزل بالكزبرة ننزل بعصير الحامض بالاخر رشة ملح حلوة رشة فلفل اسود رشة بابريكا على الخفيف. طيب شوفوا شو صار عندي هون. تفضلوا شوفوا مقروعة. نترك الجوز فيها. هلا هون منطفي تحتها. اوكي منطفي تحتها. عندي شغلة مقلاية على النار فيها زيت. اللي بدي اعمل بدي حمص خبز فيه جهزه قبل بس انا بدي حمصه هلا خبز لبناني عربي قدامكم بس لحتى تسخن عندي المقلاية لحمص هيدا الخبز. خلونا نعمل شغلة نكمل طحن صغيرة. سوري ما عم نقدر نحن كتير نحكي وقت البلندر او الفود بروسيسر دايرة. طيب شوفوا كيف صاروا عندي صاروا جاهزين. هلا الخبز تقلى عندي يا عزيز واللحمه جهزت والحمص جهز والوقت خلص. لا ما لا بعد عندنا شويه وقت. حلو جميل جدا جميل جدا. طيب الله الله عليك شيء كتير ولا اروع. طيب خلينا نشيل المكنه هيك نجيب
الخبز صار جاهز، رح شيله على هيدا. الخبز صار جاهز. طيب شو عندي هلا؟ بدي اسكب هيدا الاكل، هيدا الحمص. شوفوا لي ما احلاه. طبعا مثل ما قلنا هيدا ما بيجي سموث، بيجي هيك بهيدا الشكل، وكتير رح تعشقوه رح تحبوه مشاهدينا الاعزاء. رح نجي فيه هيك. نوسعه لانه في عنا لحمة، والسكب رح يكون ارتيزانال يعني. اوكي. ما رح نعمله مثل طريقة الحمص اللي عادة نحن نعمله. العين ما احلاه. طيب شو بيرجع عنا هلا؟ اللحمة مع مرقتها مع كل شيء. شوفوا يا للروعة. خلص الوقت. بس نحن شو؟ خلصنا. عم نسكب. عم نسكب ولا لا؟ نحن عم نسكب يا عزيز. شوفوا لي كل اللحمة، كل اللحمة مع الجوس مع المرقة تبعيتها، هيدي كلياتها للتغميس. شوفوا عندي في اروع من هيك. طيب هلا اللي بدي ارجع اعمله، عندي كاجو نظبطهم هيك. هيدا كاجو محمص منزين، نحن خالصين وجاهزين وعم نزين هيدا الحمص. يا عيني عليك. نرجع خبز. شو بنعمل بالخبز؟ فرجينا هون لو سمحت. بنكسره هيك للخبز. الله. بنرجع خلينا هيك نجملها اكثر بكم عرق كزبره على الداير. في شيء اشهى من هيك؟ صحن حمص ولا اروع من هيك مع ضربة حر. شو بدكم اطيب من هيك اكلي؟ وهلا رح ندوقها واعطيكم الانطباع. شو رايك بهالشكل؟ ميسين. رائع كتير، لونه رائع والطعمة يلا لنقلكم عنها. على التذوق. شوفوا لي مقروعة خبز محمص او مقلي مع اللحمة، حمص بالفليفلة الحمراء والبهارات، ريحته بتعقد. وهلا رح ندوق. شوفوا قديش هو روعة. يا سلام. خلينا نشيل هالكزبرة هيك. بسم الله. شو ها؟ شيء ولا اروع من هيك. التجارب اللي عم نعملكم اياها صدقوني ما حتلاقوها بمطارح تانية، كثير رح تحبوها. هيدي ابتكارات كثير روعه. بتمنى تتابعوا هيدي القناه. تفضلي مدام واعطينا رايك، وانا بدي ارجع كمان. ما فينا نور. كل شيء له معنى. يعني خبز المحمص مع الحموضه تبعيه اللحمه مع حلاوه الحمص اللي فيه الفليفله المشويه، تستاهل. يعني لازم تجربوه. لازم نجربوه. هيدي القناه بتستاهل اكبر دعم لمحبين الاكل والذواقه اللي بيفهموا بالاكل، يتابعوها ويدعموها، لانه عن جد رح نقدم لكم كل شيء جديد مميز ما بتلاقوه الا عند الشيف احمد. ولا لقاء. الحلقة مقبلة.